سكوب يجي بشتقوه ليش يجي ورب مع السيجار الصعب مع السيجار بدين تكلموا تبزي معانا بشعرك هدايا احنا طبعا عنا ساعتين في الكلاس هوني اكثر من ساعتين هو للاسف خيارنا توا انها مش صحي مش تهز الزين يعني باش تصوروا هيلكم هي قاعده تهز وعنوان الحقيقه الموضوع اللي موضوعنا تاع اليوم تحركنا تاع اليوم الاشكال صارت لنا اليوم كان عنده عنوان رئيسي سبيسيالمون هو الحجره فوقت اللي تكون شعارك انك تتحدث على الهوامش في الحقها في الثقافه وفي في الفكر وفي العمل وقت تكون انجاجي تجاه الكاليتين تاعك انا صح نحس وقت اللي تكون بالرسمي تخدم يعني في ان ترافاي دو بروكسيميتي كوريام فطبيعي انه ما تبقاش تجاوب من السلطات ولا ما تبقاش تجاوب من السلطه المحليه وراهو هذا مش صاير كنا على ويد كهو معناها نقول اللي صاير في كل ربوع الاحياء الشعبيه ومناطق حدوديه ومناطق الظل في تونس وكل ما نحبش نخطب الحقيقه نحب نشكر برشا العبيد اللي جات تحكت بينا الناس الكل سواء على صعيد المحلي ولا على صعيد الجهوي نحب نعتذر امان نقصد لحظه نعتذروا برشا من الاعوان اللي عطلناهم على الخدمه ورست لهم قاعدين توا اما بالحق معناها مشكلتنا اساسا ماهيش معاهم نحن بعد ما كان عندنا اكور مع بلديتنا ومع المؤسسه اللي احنا ندفعوا لها في ضرائبنا واللي بالمناسبه تستاهل انه أغلبية سكان منطقة رويد ما يدفعوش ضرائب على خاطر فما حتى امباكت لها في المنطقة وبعد الفيديو هذا وبعد المشكلة نتاع اليوم وبعد برشا مشاكل باش تمشي أقل عباد باش تدفع لها ضرائب إلى نهار حاجة ديما نقولوها إلى نهار توا يصحى في الهامش هذا نهار من نهارات المؤسسات والهياكل اللي ياخذ حقه منه ديريكتومون دونك بعد اتفاق إذا العام تسعة التوالي ديما في اتفاقات من المؤسسات هذا ما مش مع مهرجان دولي مثلا مش مع مهرجان وطني مش مهرجان مدعوم وزاره الثقافه هذا ما تعمل كان مع ديزنيسياتيف نتاع شباب ونتاع جوناس قاعده تحاول تخدم وتصنع في حاجه وحدها من عدم دونك احنا توا قدام خيارات اما ان نعترض سبيل العوين في رفع السين وهذا يعرضنا لاشكاليات عدليه معناها والايقافات والحقيقه ماناش طرحينه على الاقل اليوم وقت اللي نحن نحن مهرجاننا مازالوا ايامات وقت اللي معنا مينوريت وقت اللي معناها في الاخر بالمنطقه تاع الديكا نخسروا سين ونخسروا فريق العمل القائم على المهرجان هذه محطه من المحطات وصفحه من الصفحات تاع اخلالات الدوله بتعهداتها مره اخرى ديما فما مشكل من نوعها من هذا النوع هذه محطه من المحطات اللي تعطينا مؤسسه الدوله بظهرها وقت نحن نخدموا بقلب ورب يعني وكل ما يسالش خطوه لوراء تكتيكيا وخطوتين الى الامام توا نجيبوا والله ما خير منها زين هذايا اللي هي حقنا راهو وكل حق نتاع منطقتنا ونتاع حكومتنا وكل اتصور هيك ما هي خارجه توا نجيبوا ما خير منها وتوا نعملوه الفيستيفال في وقته ومن هنا نداء بربي للناس الكل اللي المتدخلين نحن رانا لليوم نجري ونتشحتوا على جلسه امنيه باش نعملوها باش نكملوا يعني الترتيب نتاع المهرجان ولليوم ما عندناش تجاوب وكل Je veux passer la parole à Chadiba, اللي جاء ولهنا اللي رابطوا هنا وكل شنو يحب يقولوا على بارابور اسوسي ومره اخرى بربي نشكر برشا برشا العباد اللي تحكت بينا واللي خلطت علينا لهنا خاطر اون با كو الناس الموجودين هوني فما اللي وراء فما اللي غادي فما اللي غادي والعوين اللي عطلناهم ما نعرفش عاونوهم وكل مهرجان قائم لو 3 ان شاء الله كلف ذلك ما كلف في الاخر معناها تعرضنا لما اشوى مع مناول وتاع مناول اي كوميم اون ريوسي ا لو كونكريتيزي مرة أخرى إخلالات ومرة أخرى ديما موفما ومرة أخرى بالفولونتي بإرادتنا رانا نسمع القهر والله كي يقبلنا فيها نعملوه الفيستيفال مش نعمل مانيش واقفين عليه نعملوه كيما العادة وباش نعملوا فيستيفال خير من العادة خير من العادة والعام الجاي استناونا باش نجيب نوليو في الانترناسيونال باش نعملوا برشا حاجات ديجا سنين احنا نعملوا من غير ما نحطوا فلوس تحت الطاولة للفيستيفال باش ندجيو كيما العادة وجو كذا يعني ديما موفما يا ولدي هذيك اش معناها ديكش حاجه واحده سينا ذي راهي مش نجيب مخيل منها مش اول مره نتغسل ومش اول مره تحط لنا العصا في العجله
مش اول مره تصير لنا الهرس لهذه اللي قاعده تصير كل عام وكل ما نجيو احنا باش نعملوا فيستيفال ديما حاطين الاعصاب العاجله. كلمه واحده فقط نحب نقولها، راهو للهواء مش الحق في النبات الى الثقافه، باش يجي نهار وباش ينفذوا لها الثقافه. ما توقفونيش ما توقفونيش بالحق. نقول حاجه بالسنه بربي امان الكتاب العام نتاع بلديتنا اللي بعد ما اعطانا اكور قال ما اعطيتهمش، واللي بعد ما عملنا معاه جلسه بعد ما حطلونا بعد ما حطلنا في الاخر يصير لنا حاجه برك. اسامه سامحني باش نقص عليك في هذه الكل، احنا رانا ما يهمنا في حتى معتمد ولا حتى معتمد ولا رئيس بلدي ولا اي واحد جديد، احنا حاجتنا بحقنا هذايا. فهمت كيفاش ترقد شتاء كامل باش في الصيف تجي احنا نطلعوا فيها عباد تعمل في الار انجاجي تحكي على الحاجات اللي هما ما يحبوش يسمعوها. فهمت كل عام راهي تقعد عام كامل 13 شهر جينا احنا 6 ايام. اوكي ما نفش نعطيكم استدعاء كما كل مره خاطر انتم ما تغشين علينا كيفاش ما نعطيكم استدعاء. ما نفش نعطيكم استدعاء والفيستيفال نتاعنا باش نعملوه وكيما العاده وللهواء مش حاجه. ماهوش باش يتاجل وباش يقعد في الدات نتاعو باش نكملوا فيه للاخر. مش كي نعرفوا نجيو نعملوه فوق السطاح نتاع دارنا. عادي عادي حتى في الرمبون نعملوه. والصغيره مصيره ويكبر. والله العباد موتيفي بالله امان بربي تفرج معناها الناس نسمع كل حد من اصحابك جات معانا يقبل نسمع حد من اصحابك جات معانا واللي فما ارتزان ونساء واميات الاولاد اللي احنا فرميو فيهم وكل هذا وري الامباكت نتاعنا يعني وكل اللي ما عادش وري تاثيرنا مع كل احترام يعني للناس. اما فقط رساله اخيره راهو صغير مصيره يكبر. احنا اليوم يمكن شبيبه ولاد صغار ودي مينور وفروخ تنقز وتتراقص هكا وكل مانيش متاخذين اسي او سيريو خاطر بالرسمي معناها نادرا ما نحس بحس بالحقره من النوع هذايا معناها يعني كل شو على البراني يعني شو بيو على البراني يعني شو بيو على البراني يعني ما عملنا كلمنا الناس الكل كلمنا الناس الكل ما خلينا ما عملنا وكل على خاطر جلسه امنيه رسول الله وعلى خاطر حقنا هذايا سين ونحن نهزوا فيها ونجيبوا وكل فالصغير مصيره يكبر راه بريتو علاش نعملوا فيها احنا هذا الكل ميساج بربي لك الكتب العام اللي قال ما عطيتهمش اللي قال ما سوني با كونفيرمي واللي قال راهم معطلين خدمة أعوان وموقفين يعني موقفين أعوان على موقفين على تأدية وظائفهم يعني دور حبزنا الحبس به فشوية وقت نتقابل مش راني نحكي ليه من مطلق تهديد لك هذي أما الصغير مصيره يكبر مصير نتقابل في محطات أخرين مصير كترا هذي في المجموعة هذي شكون غدو الحي فاعلين ثقافيين يعني على مستوى وطني ودولي مش ترى في الناس هذوما يعني وكل شكون في دي بوست اعلى من اعلى البوستويت اللي انت خلطت لها وكل سيرنا نتقابلوا وراهي يزول كل شيء يوفى هذا كل يوفى يوفى ما ننساوا صارنا ما اشو منسيني تبقى المواقف وتبقى الناس كي تتقابل عينيها تجي في عين بعض. انا مباشي ورانا مباشي في الهواء مش حق النبات الى الثقافه مباشي فيها في كارتاج اقوى مسرح في تونس يعني احنا نمشيو غادي وننزل باش نتاعنا ونمشي دونك احنا عملنا كوم اكثر من الفستيفال نتاعك ونعيط الحريه لفلسطين وقت اللي سفير امريكا يكون موجود في يعني في كارتاج وكل راهو مانيش نعملوا في الامباكت رانا احنا الامباكت الدراري باش تكبر الدراري مصير على تكبر والله الدراري مصير على تكبر هيا بربي نبعدوا شويه نعملوا يلا معاك.